هلا راح احكي بس باختصار كيفية قراءة سورة الصدر البسيطة. أول شيء لازم نتحقق من اسم المريض، هاي أول شغلة لازم. وقت بدنا نمسك سورة الصدر لازم نتحقق من اسم المريض، لأنه أنت إذا عرفت تقرأ سورة الصدر وكان سورة الصدر للمريض الغلط فأنت ما استفدت شيء، بالعكس ممكن تاخذ إجراء طبي يضر بالمريض. فأول شيء لازم دائما أول شيء لازم نشتغله نتحقق من اسم المريض، وما تستهينوا بهذا الموضوع يا جماعة، لأنه هذا المريض صار كثير وبيصير مع أطباء كبار كثير وبيصير منه أخطاء كبيرة. فأول شيء وأهم شيء إنه بيقول لك لازم تتحقق من اسم المريض. ثاني شيء لازم تتحقق من تاريخ سورة الصدر، لأنه سورة الصدر ممكن إذا كانت قديمة وفي عنده صور جديدة ممكن نشوف تغيرات شعاعية، أو يكون إذا كان في تغيرات شعاعية بصورة جديدة يكون بالأصل هي موجودة على الصورة القديمة. فالموضوع الثاني لازم نتأكد من التاريخ، تاريخ عمل الأشعة، ولازم نشوف الشغلة الثالثة لازم نتحقق منها، هون لازم نتحقق من جودة الأشعة. أول شيء نتحقق معلومات عامة، اسم المريض، تاريخ الصورة. ثاني شيء هلا نتحقق من جودة الأشعة. أول شيء نتحقق من جودة الأشعة، نشوف هل هي صورة شهيقية ولا صورة زفيرية. الصورة الشهيقية هي إنك تحسن تشوف 6 أضلاع أمامية أو 8 أضلاع خلفية. إذا شفت أنت تحسن تعد 6 أضلاع أمامية فهي الصورة شهيقية وتعتبر مقبولة. إذا أقل من 6 أضلاع شهيقية فالصورة إذا أقل من 6 أضلاع أمامية فالصورة غير شهيقية. وغالبا هون تظهر عندنا تبدلات ممكن يكون مرضية. لا لازم ثاني شيء نتحقق من تباين الأشعة. كيف يعني تباين الأشعة؟ نشوف إنه ممكن المريض يكون أخذ أشعة زيادة أو مثلا أخذ، يا إما أخذ زيادة أشعة أو أخذ أشعة أقل من المطلوب. فهذا الشيء كمان لازم نتأكد منه. لازم نحن نشوف الفقرات الظهرية، إذا ما شفنا الفقرات الظهرية فالأشعة ضعيفة التباين. الشغلة الثالثة لازم نتحقق منها هي الدوران أو الروتيشن، يعني نشوف هل صورة صدر ما فيها دوران يعني متناظرة، يعني نشوف نهاية الحافة الأنسية للترقوة عن الناتئ الشوكي، ونقيس المسافة بين الناتئ الشوكي والحافة الأنسية للترقوة اليمنى مع الحافة الأنسية للترقوة اليسرى، نشوف إذا المسافة متساوية فالصورة ما فيها دوران. أما إذا كانت في نهاية أنسية للترقوة أكبر من المسافة بالجهة الثانية فعندنا بصير في دوران. الشيء الثالث لازم نتأكد منه هو تحديد الوضع الصحيح لقراءة صورة الصدر الشعاعية. مثلا انا المريض بدي اتاكد انه هل توجيه الليفت والرايت، بنتاكد انه كيف مكتوب على الصوره، لانه ممكن مثلا انا شخص انقلاب احشاء مثلا على صوره صدر بسيطه، مجرد موضوع انه التوجيه كان حاط لي شفت ظل القلب على الرايت، هذا ممكن انا اذا كان التوجيه صح فهون غالبا مثلا عندي ديكستروكارديا مثلا، او في تشخيص ثاني كمان. لكن تحديد الوضع الصحيح لقراءة ال تحديد وضع تحديد ال شو اسمه الوضع الصحيح لقراءة صورة الصدر الشعاعية. الشيء الثاني لازم نشوف انه هي الأشعة صورة الصدر الشعاعية هل هي خلفية أمامية ولا أمامية خلفية. طبعا الستاندر هي الخلفية الأمامية اللي يكون جهاز أشعة بعيد عن المريض 180 سم، بحط يكون جهاز الأشعة خلف المريض وبيتلقى تتلقى الأشعة المريض وبتروح على الكاسيت اللي بيكون هو على صدر المريض، هاي الصورة الستاندرد. لكن في بعض الحالات بيكون المريض مثلا ما بيحسن يوقف، أو المريض مثلا هو بسرة العناية موصول على المنفسة، فممكن أحيانا نضطر لنعمل صورة أمامية خلفية. طبعا الصورة الأمامية الخلفية من مساوئ إنه بيكون في ما بتعطي أحجام القلب ما بيكون طبيعي، وحتى أحجام الأوعية كلها ما بتكون طبيعية، لأنه بيكون القلب قريب على الكاسيت فبيعطي حجم أكبر. وكمان مصدر الأشعة بيكون تقريبا حوالي متر بعيد عن المريض، فهذا بيعطي تشعب للأشعة كثير، فكمان بيساهم إنه بيعطي ما بيعطي ال ما بيعطي الحجم المناسب. هلا في شغلات ثانية هي لازم تحليل الصورة، هلا اللي هو اللي بنبدأ فيه تحليل الصورة. أول شيء بنعتمد على قاعدة الـ ABCDE، أول شيء الـ Airway، أول شيء بنطلع الطرق الهوائية على الرغامة، القصبات الرئيسية اليمنى واليسرى، بنشوف الزاوية بين القصبتين ونشوف الرغامة إذا فيها شيء. ثاني شيء ندور على البونز، على العظام، بنشوف فيه مثلا ترقوة كسور أو مثلا فيه أضلاع كسور، نتحقق من وجود مثلا
مثلا ثالث شيء متحقق من القلب والأوعية الكبيرة circulation الدوران، ومتحقق من كاردياك سلويت ساين، نشوف حواف القلب واضحة ولا ما واضحة، لأنه إذا كانت حافة من حواف القلب ما واضحة ممكن هي علامة سلويت ساين، يعني بتشيرنا على أمراضيات ثانية. الشيء الرابع اللي هو دي اي بي سي دي، الدي هو الحجاب الحاجز، بنشوف الحجاب الحاجز اليمين واليسار، طبعا اليمين بده يكون على شوي من اليسار، وبنشوف الاخر شيء الاي اللي هي everything، بنشوف كل شيء بصورة الصدر، بدنا نشوف بدنا نتحقق من الرئتين، بدنا نتحقق من الزاوية الضلعية اليمنى واليسرى، من ساحتين الرئويتين، من السرتين الرئويتين، نتحقق من الرئتين بشكل كامل، بكل مساحات الرئتين. إذا في عندنا مثلا أي شيء ممكن نفحصه أو ننتبه عليه. هاي بشكل مختصر حكينا عن صورة الصدر. راح نبدأ هلا بعرض الحالات، إذا حدا في عنده سؤال عن صورة الصدر أو عن قراءة صورة الصدر، أو ممكن نبدأ بالحالات. في حدا عنده أي استفسار؟ الله يجزيك خير دكتور محمد. إذا يعني الطريقة المنهجية هي طريقة الـ ABCDE. ممكن أول حالة أو حالتين أنت تقرأهم دكتور محمد، بعدين نعود البقية شلون يقرأون. تفضل دكتور محمد مع الحالة الأولى. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحالة الأولى، هذا مريض عنده ألم خلف القص. هاي صورة الصدر البسيطة. طبعا أول شيء نحن تحققنا من صورة نفوذية الاسم الصحيح والتاريخ تأكدنا أن هي صورة أمامية خلفية أمامية، وأن هي صورة شهيقية، عندنا الأضلاع 1 2 3 4 5 6 7. ثاني شيء هلا بنطلع على الطرق الهوائيه، بنطلع على الطريق الهوائي الرغامه، شايفين احنا الرغامه، بس بصراحه القصبات اليمين واليسار ما شايفينهم. ثاني شيء بنطلع على القلب، القلب بدنا نشوف مثلا حواف القلب، ظل القلب طبيعي ولا ما طبيعي، قوس الابهار. هلا هون بنشوف انه قوس الابهار صاير على اليمين، هو لازم يكون على اليسار، فهون في عندنا اول مشكله، انه عندنا بهي الصوره انه صاير ظل قوس الابهار على اليمين. ممكن نشوف الحجاب الحاجز، شفنا الحجاب الحاجز الأيمن والأيسر، شفنا السرة الرئوية اليمين واليسار، طبعا في كثافة بالسرة الرئوية اليمين، بس طبعا احنا ضمن الرغامة بنشوف الحيز جانب الرغامة الأيمن، بنشوفه يتوسع بالحيز جانب الرغامة الأيمن، هذا ما لازم يكون آخذ كل الحجم. بالنسبة للرئتين، للساحتين الرئويتين، ما فيهم شيء مهم، القمتين نحن دائما بنركز على القمتين لانه بصير في تراكم بين الاضلاع، والزاويه الضلعيه حره، وفي عندنا الزاويه الوعائيه القلبيه هون مسكره، لازم تكون مقعره صايره مسطحه. في عندنا هون كمان مشكله، معناتها عندنا مشكله هي، اذا بناء على هي صوره الصدر في عندنا مشكله بالاوعيه الرئيسيه ضمن الصدر. ننتقل نشوف صوره الطبقي. يعني مثل هيك حالة، عفوا دكتور محمد، تمام. مثل هيك حالة الخطوة التالية هي طلب طبقي محوري، بس مشان يعني نكون تمام سايرين على مسار واحد. تفضل. اي تمام حكيم. هلا هي الخطوه التاليه هون نطلب طبقي محوري لنشوف شو التشوه الوعائي. نحن شكينا هون انه في عندنا قوس ابهر ايمن، لانه في عندنا بناء على صوره الصدر القوس الابهر صار على الايمن، فشكينا انه عندنا قوس ابهر ايمن غالبا، يعني هيك بده يكون التشخيص. بنطلب طبقي حتى ناكد التشخيص، بنشوف صور الطبقي. هلا بنشوف نحن الاوعيه، تفرعات الاوعيه الرئيسيه والاوعيه الرئيسيه، بنشوف هون النجمة مثل ما حكينا قوس الأبهر، هون في عنا الخط جانب الرغامي متوسع، هي نفس صورة الصدر يعني، نفسها هون هي النجمة، هي قوس الأبهر. هون بنشوف الشريان الرأس العضدي الأيسر. هون هلا في عنا هي صورة الطبقي. هون السهم الأبيض هذا في عنا الجزء العضدي الرأسي الأيسر، هون الجزء العضدي الرأسي الأيسر. هون بنشوف عندنا الشريان السباتي المشترك، وهون نشوف الشريان تحت الترقوة، بنشوف الشريان تحت الترقوة الأيمن. هلا هدول اللي هن الأوعية الأساسية، نحن لازم نشوفهم من هي الجهة، فعم نشوفهم من هي الجهة، فهذا الشيء نتيجة إنه في عندنا قوس أبهر أيمن مع علامة الميرور إيميج. هلا نحن قوس الأبهر الأيمن ممكن نشوفه عدة حالات، إما بس نشوفه بس قوس أبهر أيمن، وأحيانا بيكون بيترافق مع علامة المرآة، بكون في عندنا قوسين قوس أبهر أيمن وقوس أبهر أيسر.
طبعا طبعا شريان سباتي الايمن بينشا من قوس الابهر الايمن، وشريان سباتي الايسر وتحت الطرق الايسر بينشا من قوس الابهر الايسر. هلا هون نحن ننهي هي الحاله نفس عندنا شريان عندنا قوس ابهر ايمن مع علامه الميرور. طبعا هي هون غالبا بترافق مع تشوهات خلقيه كثير، منها تشوه رباعي فعله. في حد عنده سؤال عن الحاله الاولى؟ الدكتور زياد كتب على الحالة على الشات انه هذا تسلخ ابهر، طبعا قبل ما يشوف الطبقي محوري، توقع من عرض المنصف زائد الم صدري. طبعا يعني كتشخيص صراحة صحيح، ما هيك دكتور محمد؟ توجه سليم 100%، انه عندنا عرض منصف وعندنا قوس ابهر ايمن، فكثير يعني بتوجه الواحد بداية واحد عنده الم صدري وعرض منصف، هذا توجه صحيح. توجه صحيح. يعني اول شيء بدك تنفي الشيء الخطير مثل ما حكى الدكتور زياد، اول شيء بدنا ننفي الشيء الاخطر، بعدين ممكن يعني مثل هاي الحاله هي تشوه خلقي، يعني حتى لو تاخرنا بكشفه ساعات ما في مشكله، ما راح يكون في مشكله. هو طبعا الخطوة التالية دائما من طبقي محوري، لما بصير في عندك عرض المنصف ممكن أحد الأسباب هي تسلخ الأبهر، ممكن يكون في عندنا مشكلة تانية، يعني مو ضروري المنصف، فيه منصف أمامي متوسط وخلفي وله تماما تشخيص إفريقي واسع ما رح ندخل فيه الآن. فالخطوة الصحيحة هي اللي بتقود للتشخيص الصحيح. تمام. هلا الحالة الثانية عندنا هون سعال مع زلة تنفسية من عدة أسابيع. هلا إذا بدنا نقرأ هي الصورة، صورة الطبق المحوري. طبعا هلا هيك حالات صورة الصدر البسيطة ما بتفرجنا شيء بصراحة، لأنه هلا هون عندنا نمط الموزاييك. هذا النمط الموزاييك هي ما بيبين على صورة الصدر البسيطة. فبهيك حالة مثلا عندنا سعال وزلة تنفسية من عدة أسابيع، عملنا صورة صدر بسيطة غالبا ما راح يبين شيء، فهون بهيك حالة راح نضطر نطلب طبقين محوري. هلا الطبق المحوري هون بهيك حالة، أول شيء شوفنا إنه عندنا في عندنا موزاييك، يعني في عندنا مناطق عالية الكثافة ومناطق منخفضة الكثافة. هلا هون هي مناطق منخفضة الكثافة، هي مناطق عالية الكثافة، بتلاقيها مثل المرسومة مثل الخريطة. هي نفس الشيء. أول شيء هون في عندنا علامة تفصل خاتم، في عندنا علامات توسع قصبي، في عندنا وفي علامة الموزاييك اللي هي مناطق عالية الكثافة ومناطق منخفضة الكثافة. هلا هون في عندنا صورة زفيرية، عندنا صورة زفيرية، عملنا صورة زفيرية، شايفين الرغامة بالخلف متسطحة نتيجة إنه في صورة زفيرية. هلا نحن ليش عم نعمل صورة زفيرية إذا في عندنا موزايك؟ هلا بالحق نحن يكون عندنا عملنا الصورة طبقي محوري وطلع عندنا موزايك باترن، يعني نمط الموزايك. هلا هون في عندنا 3 احتمالات، الاحتمال الاول انه يكون اصابه طرق هوائيه صغيره، الاحتمال الثاني انه يكون مرض وعائي مثل صمه رئويه مزمنه، والاحتمال الثالث انه اما مرض وعائي او احتباس هوائي او مرض برانشيم بدئي. هلا نحن اول شيء لازم نشوف الاوعيه. نرجع شوي للصوره اللي قبل هاي. هون نحن لازم نشوف اول شيء الاوعيه بالمناطق منخفضه الكثافه ومناطق عاليه الكثافه. هلا هون مثلا هذا الوعاء هون وهذا الوعاء هون، هلا بنشوف انه هذا الوعاء اصغر من هذا الوعاء. فاذا كان المناطق الداكنه الاوعيه فيه اصغر من المناطق العاليه الكثافه، فهون نحن غالبا نتوجه اما اصابه طرق هوائيه او مرض وعائي، وبهيك حاله نستبعد اصابه الطرق الهوائيه او المرض الوعائي. مستبعد المرض البرانشيمي، ويكون قدام احتمالين، اما اصابه بالطرق الهوائيه او مرض وعائي. فهون بهيك حاله لازم نحن نعمل صوره زفيريه اللي نحن عملناها هون. الصوره الزفيريه اذا في اصابه طرق هوائيه فما راح يطلع الهواء بالزفير، فراح يحتبس الهواء داخل الرئتين، فما راح يصير في تناقص بحجم الصوره الطبقي المحوري. نحن عملنا صوره زفيريه، فلقينا انه المناطق المنخفضه الكثافه ظلت نفسها، فمعناتها هذا في عندنا اير ترابينج، يعني او احتباس هوائي، فهون في عندنا اصابه طرق هوائيه. فمعناتها هلا نحن عندنا بالمحصله نمط موزاييك
الطرق الأوعية الرئوية بالمناطق المنخفضة الكثافة هي أصغر من الأوعية الرئوية بمناطق عالية الكثافة، فهذا الشيء بوجهنا إما إصابة طرق هوائية أو مرض وعائي. عملنا صورة زفيرية طلع عنا ما في تناقص بحجم الرئة المناطق المنخفضة الكثافة، فهون عندنا إصابة طرق هوائية صغيرة، فغالبا هاي بتمشي مع هيبرسنسيتيف نومونايتس، يعني التهاب رئة فرط تحسس. التهاب رئة فرط تحسس هذا الموزايك، هاي سب اكيوت هيبرسنسيتيف نومونايتس. مثل ما حكينا هون في عندنا أوعية أصغر من هون، ومثل ما حكينا إنه المناطق المنخفضة الكثافة الأوعية فيها بتكون أصغر من مناطق عالية الكثافة، وبالصورة الزفيرية ما بتنقص حجم مناطق منخفضة الكثافة، هذا بدل على احتباس هوائي. وبالتالي معناتها عندنا هون عندنا hypersensitive pneumonitis. هاي كانت الحالة الثانية. طيب عم بيسأل دكتور زياد إنه يعني أول شيء كتفكير إنه هل هذا كوفيد كون إنه في عنا مناطق زجاج مغشى؟ أتوقع يعني جوابه صحيح ما هيك؟ هلا حكيم من المناطق، هلا انا اول شيء ما عم بشوف الشات، ما بعرف ليش. ما شيء انا بنقول لك يا ما في مشكله. اي تمام. تمام. هلا اول شيء هون معنا زجاج مغشى حكيم. هون هذا موزايك، في مناطق عاليه الكثافه ومناطق منخفضه الكثافه. في حالات بتجي فيها حالات تكون فيها زجاج مغشى، بيدخل تشخيص تفريقي هون صفاء اشياء ثانيه. ما بيدخل ضمن تشخيص تفريقي كوفيد عند هذا المريض، لانه مثل ما حكينا الجراوند جلاس اوباسيتي بتشير. هلا الجراوند جلاس اوباسيتي كمظهر شعاعي هو بيشير تقريبا لمعظم الامراض الرئويه، ما هو ما نو سبيسيفيك للكوفيد، هو سنسيتيف اي بس ما نو سبيسيفيك. ممكن نشوفه بمعظم الامراض الرئويه، سواء الامراض اللي بتعمل اير سبيس فيلينج او الامراض اللي بتصيب القصبات الرئويه، قصبات التنفسيه. فهو من يعني بيقول لك حتى اذا عندك انت جراوند جلاس اوباسيتي كقراءه شعاعيه انت ما بتعتمد عليه، بتعتمد على الموجودات الثانيه الموجوده. مثلا عندي ضخامه اوعيه عقد لمفاويه، بعتمد على ضخامه العقد اللمفاويه وبشوف انه شو ممكن يترافق مع جراوند جلاس اوباسيتي. بس جراوند جلاس اوباسيتي بحد ذاته ما نو نوعي لشيء، هو حساس، في مشكله بالرئه، في مشكله بالرئه بس ما نو نوعي لشيء. ف اشتباه بالكوفيد عند هاي الحالة ما في اشتباه الكوفيد. يعني أنا بس أفهم إنه معناته المناطق اللي شفناها ناقصة الكثافة هي مناطق ما هي طبيعية أصلاً يعني. لا هي مناطق ما طبيعية حكيم. هلا هي المناطق هي ما طبيعية، هي مناطق ناقصة الكثافة. فلو كان صورة طبيعية وفيها زجاج مغشى ما لازم تطلع المناطق السوداء هي عالية الكثافة بهذا الطريق. شكراً دكتور محمد. طيب الحالة اللي بعدها رح تستعرضها يعني بتقريبا 30 ثانية، اكتبوا على الشات شباب التشخيص وبعدين انت تشرح، تفضل. هاي الحالة عندنا نفس دموي متكرر. اذا حالة صوت صدر عند مريض عنده نفس دموي متكرر، يا ريت تحطوا على الشات تشخيص تفريقي. تفضل دكتور محمد. تمام. هلا شفت الشباب حاطين اما صمت توسع قصبي التهاب اوعيه، في شاب واحد حط اي في ام. هلا بشكل اساسي التصمم الرئوي ما بتعمل نفس دموي متكرر، بتعمل نفس دموي ايه بس ما بتعمل نفس دموي متكرر. توسع قصبي ممكن يعمل نفس دموي متكرر، بس خلينا نقرا صوره صدر بسيطه. خلينا نبلش بالاي بي سي. بغض النظر عن تكنيك الصوره وكذا، راح نبلش بالاي بي سي، راح نشوف الطريق الهوائي الرغامه. وصلنا لهون لاحظنا انه هون صار في تضييق بعمود الرغامه. تمام. ليكوا لاحظوا على هذا المستوى، اذا انتبهنا بس من نقرا الصوره بشكل يعني اكاديمي، فمباشره بنلاحظ انه هون صار في تضييق بالرغامه. فخلص نحن صار في عندنا تضييق بالرغامه، فغالبا صار توجهنا انه في عندنا مشكله بالرغامه اللي هي عم تساوي نفس الدم المتكرر. لسه ما بلشنا، ما قرينا لا صدر ولا قرينا قلب ولا قرينا اوعيه. فهذا الاحتمال الاكبر انه عندنا مثلا في عندنا مشكله بالرغامه اللي هي عم تساوي نفس الدم المتكرر.
بصراحة يعني حتى البريسينج، يعني الرئتين، الحجاب الحاجز، العظام، كلها طبيعية لأنه. تماما كلها طبيعية. ننتقل للصورة اللي بعدها. هلا هذا صور طبقي محوري. شفنا هون في عنا بالرغامة في عنا تنشؤ. هذا التنشؤ طلع SCC. طبعا التشخيص التفريقي هون لتنشؤ بالرغامة عم يعمل نفس دموي متكرر، هو بشكل أساسي الأدينوكارسينوما والسكويموس سيل كارسينوما، وممكن يكون كارسينويد بنسبة أقل، لكن يعني هو ورم بشكل أساسي. طبعا أورام الرغامة البدئية هي شوي قليلة لكن ممكن نشوفها. بصراحة في تشخيص تفريقي مهم هون لازم ننتبه عليه، إنه هذا ما يكون هون أحيانا بيصير في مخاط بالرغامة، وممكن يشتبه علينا نفكره إنه هو ورم. فهذا الشيء لازم دائما نحطه بذهننا، انه ما يغيب عنا، انه ما نفكر انه المخاط هو ورم. كيف بنميز المخاط عن الورم؟ بشغلتين. اول شغله انه هي كثافته، كثافه المخاط غير كثافه الورم. كثافه الورم هي نسيجيه، منقيس الكثافه طبعا. الشغله الثانيه اعتماده على الجاذبيه، نحن بنخلي المريض يقلب بوضعيه ثانيه، بنشوف اذا تغير مكانه فهذا غالبا مخاط بالرغامه، ما تغير مكانه فهو ورم. بالاضافه معناتها الاعتماد على الجاذبيه والكثافه هن بميزونا الورم عن المخاط. ومثل ما حكينا هو هذا طلع المريض اس سي سي، يعني التشخيص التفريقي تبعه حكينا عنه، هو ممكن يكون ادينوكارسينوما او سكويموس سيل كارسينوما او كارسينويد. هو المريض طلع سكويموس سيل كارسينوما. شباب على الشات، هيدي الزاوية منصفية أم رئوية؟ لا طبعا هي زاوية منصفية، زاوية منصفية هي. كان سؤال لشباب السنة، يلا جاوب. نافذة منصفية. هون طلع لنا سكويموس سيل كارسينوما، هون مأشرين للسهم، هون حكينا على التضيق، انتهينا من الحالة الثالثة. هون الحالة الرابعة عندنا زلة تنفسية خفيفة، هيك بس ذاكرين انه في عندنا مريض عنده زلة تنفسية خفيفة. عالشات شباب، فيكم حتى اذا ما بدنا نحط تشخيص تفريقي شباب، اللي بحط بس انه شوف شو شاف مظاهر شعاعيه، يعني احيانا يعني واحد ما بيعرف تشخيص لحتى يعمل خزع مثلا بعض الامراض. اذا بيحب يحط بس انه شو شايف هو على صوره الصدر او على الطبقي. أنا لفتني الشباب من شوي حكوا تشخيص تفريقي للنفس الدموي. هلا نحن ما عم يعني ما عم نناقش الآن تشخيص تفريقي لنفس دموي، لا عم نناقش تشخيص تفريقي لصورة الصدر مع نفس دموي. ف يعني أرجو إنه يكون تشخيص تفريقي ضيقة وليست واسعة. يعني اللي قال تي بي كان بيظهر على يعني بيظهر على صورة الصدر ببساطة. يعني تمام. هلا نحن عندنا هذا المريض، في شباب ذكروا انه هو تليف رئوي، هو صح تليف رئوي، بس في شباب ذكروا انه هذا عش النحل. طبعا الصوره ما فيها عش النحل، مظهر عش النحل بصير في اضطراب النسيج الرئوي هون، بصير اصابه تحت جنبيه، بس هون ما في عندنا عش النحل، في عندنا طيب. هلا في عندنا هون بشكل اساسي عندنا ارتشاحات شبكيه قاعديه ثنائيه الجانب خفيفه، بنشوفها هون على صوره الصدر، وشايفينها هون على صوره الصدر. هون بنشوفها بالقاعدتين، هاي الارتشاحات الشبكية، هون الارتشاحات الشبكية. في عنا ممكن هون منظر قرص العسل أو عش النحل اللي بيقولوا هوني كابينج، بشكل خفيف جدا يعني هون بس بهي المنطقة مشاهد. في عنا الجراوند جلاس أوباسيتي، هاي الجراوند جلاس أوباسيتي، هون هاي جراوند جلاس، ما من شوي حكوا الشباب إنه هذيك جراوند جلاس الموزايك، حكوا إنه الموزايك هو جراوند جلاس. لا، الجراوند جلاس هو مرحلة ما قبل التكثف، يعني بيكون في تكثف بس خفيف بس ما وصل لمرحلة الكثافة، هذا هو اسمه الجراوند جلاس اوباسيتي. مثل هذا يعني هيك، هذا اسمه جراوند جلاس. هذيك كانت موزايك، هذيك كانت زيادة السواد، هو مرضي ما كان طبيعي. نشوف هون كمان، كمان نفس الشيء، في عندنا هون جراوند جلاس اوباسيتي، في عندنا هون بالاخضر كمان، في عندنا هون اضطراب بالشكل بالنسيج الرئوي، وفي عندنا هون في عندنا توسع بالمري.
طبعا مثل ما شايفين هلا نحن هون صرنا باسفل الرئتين، فهذا نحن عندنا اصابه مسيطره عندنا اصابه مسيطره بالقاعدتين، بقاعده الرئتين بشكل اساسي. طبعا في بعض الباتش كونسوليديشن بالقمتين هون وهون، في تكثفات بقعيه فوق، لكن الاصابه مسيطره باسفل الساحتين الرئويتين. طبعا هاي بتتماشى مع نون سبيسيفيك انترستيشن نمونيا، ما بتتماشى مع اي بي اف، بشكل اساسي بتتماشى مع نون سبيسيفيك انترستيشن نمونيا. شو السبب ما بتتماشى مع اي بي اف؟ ثواني حكيم، هلا انا حطيت جدول بس كانه انا حطيته بالغلط، ما حطيته هون، حطيته بالحاله اللي قبل هاي. يمكن حطيته قبل. ايوه اول شيء في عندنا هون بشكل اساسي جراوند جلاس اوباسيتي، هي نون سبيسيفيك انترستيشن نمونيا، وبيكون عندنا نمط الشبكي ريتيكولار اوباسيتي. الاي بي اف او اليوجوال انترستيشن نمونيا بيكون في عندنا سيطره قاعديه، وبيكون في عندنا بشكل اساسي نقص بحجم الرئتين. هلا نحن شفنا هون بالصور الصدر الطبقي ما في عندنا نقص بحجم الرئتين، بيكون في عندنا اصابه محيطيه واصابه تحت جنبيه اساسيه. هي بيميز الاي بي اف انه الاصابه بيكون بتصيب مناطق تحت الجنبيه والقاعديه وبكون محيطيه، هون بيكون متناظره، هون بيكون ما متناظره. هلا نحن اصابتنا متناظره، ما في اصابه تحت جنبيه مهمه، الاصابه بشكل اساسي قاعديه، تمام، متناظره قاعديه محيطيه، ما تتماشى مع النون سبيسيفيك انترستيشن نمونيا. الاي بي اف محيطيه، هي محيطيه صح بس ما كانت تحت جنبيه، كانت قاعديه صح بس يعني بشكل اساسي هي السب بلورال، هي بتماشى كثير مع الاي بي اف. الشيء الثاني هو نقص الحجم بالرئتين، بتماشى كثير مع الاي بي اف او اليوجوال انترستيشال نمونيا. بس بدي نوه على شغله، الكلينيكال دياجنوستيز هو الاي بي اف. في عندنا شيء اسمه هيستولوجيك باترن، نمط الهيستولوجي، نمط اليو اي بي. هلا اليو اي بي ممكن تماشى مع اي بي اف، يعني نحن عم نحكي على يو اي بي مشان ما نخربط، وعم نحكي على نون سبيسيفيك انترستيشال نمونيا، عم نحكي على نمط نسيجي، عم شوف شيء نسيجي. اليوجوال انترستيشن نمونيا بتكون تحت جنبيه، بتكون قاعديه، بتكون محيطيه، بيكون في عندنا نقص بالحجم. النون سبيسيفيك انترستيشن نمونيا بيكون محيطيه قاعديه متناظره، وبكون بشكل اساسي في الجراوند جلاس اوباسيتي. هون بكون بشكل اساسي بيكون في عندنا توسع قصبي جذبي نتيجه نقص الحجم، وبيكون في عندنا هوني كوم مسيطر بشكل اساسي، وبكون في عندنا نقص، معناتها عندنا هوني كومينج، توسع قصبي جذبي ونقص حجم. هون بيكون عندنا جراوند جلاس، اصابه متناظره، وبكون في عندنا مثل ما حكينا اصابه متناظره. هاي اللي ميزنا انه هاي نان سبيسيفيك انترستيشن نمونيا. ما بعرف اذا صارت واضحه دكتور وسيم التفريق بيناتهم. طبعا هو التفريق بيناتهم صعب، واحتمال كبير ما نحسن نفرق بيناتهم غير بالخزعه، الخزعه الرئويه. تمام. هون شايفين نحن الاصابه متناظره بتصير قاعديه بس ما في اصابه تحت جنبيه. هلا لو يو اي بي كانت اصابه هيك تاخذ مثل شكل الشريط تحت الجنب هيك، اما هون اخذ بس شكل القاعدتين وما في هاني كامبينج كثير. يعني هون شايفين لك هي اصابه قاعديه اخذه ومتناظره، ما انا اخذه، ما في هلا ما في اصابه تحت جنبيه، ليك تحت الجنب تقريبا كله سليم. هلا الحاله الخامسه، هون في عندنا مريض كان عنده لمفوما وتعالج بالعلاج الشعاعي، ما في صورة صدر طبعا، الصور الطبقي. فشو رأيكم يا شباب بالحالة؟ عالتشات شباب، إذا بتعملنا تكبير على الصورة دكتور بعد إذنك، واحدة من الصور. عفوا، واضحة الصورة؟ واضح. تفضل دكتور، يبدو ما حدا خطر له تشخيص. هلا لازم التشخيص من القصة المرضية، مريض لنفوما وتعالج بالعلاج علاج شعاعي. فأول شيء نفكر فيه هو إما بدنا نسأل إيمتى تعالج شعاعي، اما اذا تعالج شعاعي فتره قريبه فهو التهاب رئوي، ذات رئه خلاليه. اما اذا فتره صار لها فتره منيحه فهو تليف رئوي، تالي العلاج الشعاعي.
هلا نحن هون نحن مثل ما عم نشوف، هلا هون في عندنا تليفات، تليفات شريطيه قريبه على المنصف. ليش قريبه على المنصف؟ ما عم تشمل الرئتين، لانه العلاج الشعاعي بيكون موجه باتجاه المنصف، فالرئه اللي بده تتضرر بيكون قريبه على المنصف لانه هي بدها تاخذ الاشعه وتتضرر. فنحن بنشوف عندنا هون بقع تليفيه بؤريه، ما عم نشوف هون احيانا توسعات عصبيه. نشوف هون بالصورة الثانية بيكون أوضح. هون هاي بؤر، هاي كلها بؤر تليفية، هاي محل الأسهم، هاي كلها بؤر تليفية، وهون كمان تليف حتى على هذا المقطع السجيتال، كمان في عندنا بؤر تليفية. تليف رئوي محدث بالعلاج الشعاعي، هذا تشخيص الحالة. هلا في عندنا هي الحالة، عندنا نزلة تنفسية مترقية ببطء. شو التشخيص التفريقي تبع صورة الصدر اللي ممكن نشوف فيها هي الحالة؟ أو إذا بتحبوا تعطونا مثلا إنه شو شايفين على الصورة الطبقية، شو هو شو شو ال... شو رأيكم بهذا الصورة الطبقية؟ شو ال تفضل دكتور محمد. هلا هون عندنا صوره الطبق المحوري. هلا راح نشوف اول شيء، نحن في عندنا بشكل اساسي هون انا ارتشاحات شبكيه عقيديه. كيف شبكيه؟ شبكيه يعني اخذ منظر شبكي، بس في عندنا عقيدات. هلا هي صح عقيدات صغيره، بس اخذه على مستوى الحواجز على سبتا النيديولار. فهون في عندنا نمط شبكي عقيدي، هي اول شغله بدنا نعرفها. ثنائي الجانب منتشر مع تسخم بالحجوب. هي عقيده هون محل السهم، هي عقيده، هي عقيده، هي عقيده. طبعا هي العقيدات اخذه، هلا هون في عقيده، هون في عقيده، كلها هي عقيدات على مستوى الحجوب. على مستوى الحجوب بالاضافه الى انه عندنا نمط شبكي عقيدي. طبعا هلا نحن اول شيء بدنا نقول شو هو النمط الشعاعي. عندنا النمط الشعاعي انه نمط شبكي عقيدي، بدنا نشوف وين توزعه بشكل اساسي. هلا يبدو راح الصوت عند دكتور محمد. النمط كنا عم نحكي عن نمط شعاعي عند هذا المريض، انه هو البيري لمفاتيك نيديولار، يعني نمط عقيدي توزعه محيط بالاوعيه اللمفاويه. هلا بيدخل ضمن التشخيص التفريقي لهيك نمط شعاعي، اول شيء بيدخل ساركويد، اللي هو هذا المريض هو ساركويد، بيدخل تشخيص تفريقي لينفانجيتيك كارسينوتوسيز، اللي هو بصير ارتشاح اللمفاوي للاورام والسيليكوسيز واللمفوما. هلا هدول بشكل اساسي هن الاشياء على التظاهرات الشعاعيه لهيك نمط شعاعي. هون مثل ما شايفين هون عندنا عقيدات، نمط شبكي عقيدي محيط الاوعيه اللمفاويه، بصير بيحيط بالشقوق بين الفصوص الرئويه. طبعا دكتور محمد، اي سامعني حكي؟ الصوت واضح؟ عم اسمعك، بس عم بقول انه الدرجه الرابعه هي تليف رئوي مثل هاي الحاله. درجه الثالثه شو هي لك؟ الدرجه الثالثه بصير في عندنا اصابه بالاوعيه، بس ما بصير في تليف رئوي.
الدرجة الثانية بصير العقد اللمفاوية والرئتين، الدرجة الثانية بصير هي الدرجة الثالثة، هي الدرجة الأولى أوعية لمفاوية، الدرجة الثانية أوعية لمفاوية ورئتين، الدرجة الثالثة بس رئتين، الدرجة الرابعة بصير في تليف رئوي. طب في درجة صفر؟ أنا بعرف في درجة صفر، يعني ممكن يكون عندنا ساركوئيد بس ما درجة يكون صفر، قوية. في درجة صفر ما في إصابة ابنه بيكون. تمام، أي بيكون في ساركوئيد بس لسه ما ظهرت الأعراض التنفسية يعني. نعم. طيب الحالة اللي بعدها، الحالة السابعة، هو مريض عنده ألم صدري جنبي. مين بي 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 شو رأيكم يا شباب؟ تفضلوا شباب الشات. تفضل دكتور محمد. هلا انا شفت في صح في واحد حكى انه هو سبب جنبه محجب او ممكن ميزس اليوم. هلا بس في عندك الم صدر جنبي شباب، في فكره ما انتبهوا لها لازم نوضحها. في عندنا هون كسور اضلاع، هذا ضلع هون مكسور، هذا ضلع هون مكسور. كسور اضلاع مع سبب جنب محجب، فهذا غالبا تدمي صدر. هون حتى نشوف في عندنا، في عندنا هون نقطه هواء هون صايره، هون هيك هي الدائره، هون هيك على الطبق مبين شلون كسر الضلع. نحن حكينا عن العظام لازم دائما نراها بالقراءة الطبقي أو سور الصدر. في عندنا هذا تعرض لحادث، صار عنده كسر أضلاع وصار عنده تدمي جنب وريح صدرية خفيفة هون، بس هي النقطة. طبعا نحن ليش شكينا أنه تدمي ما انصباب؟ لأنه شايفين هون الكثافة، كثافة عالية ما كثافة انصباب عادي. هون الأضلاع المكسورة، هدول الضلعين، هذا الضلع صاير هون، هذا نهاية الضلع هون القريبة وهي النهاية البعيدة، صار هون في كسر بالضلع وهون في كسر، صار مين تركب فوق بعضهم. الحالة الثامنة زلة تنفسية، عدم ارتياح بالجانب الأيمن الأيسر. شو مقاربة المريض؟ شو رأيكم في هذا المريض؟ تفضل دكتور محمد. قصور قلب انصباب جنب ايسر. صح الشباب حكينا صح، في عندنا انصباب جنب ايسر، بس ما انتبهنا يا شباب على الساحه الرئويه، طلعوا على الساحه الرئويتين، في عندنا مرض اصابه بالبرانشيوم الرئوي. انتبهوا هون على الساحتين، في عندنا اصابه خلاليه بالنمط الشبكي، اللي هي تكثفات شبكيه خفيفه بس صايره شامله للرئتين. اول شيء معنا بس هون بهي التكثفات معنا نقص بحجم الرئتين، وفي عندنا انصباب جنب ما في مشكله. هون افضل المنطقه حتى نشوف الساحتين الرئويتين هي المنطقه خلف القص، اذا بنشوف اذا في اصابه رئويه. هي الطبقه، في عندنا كيسات، كيسات متعدده رقيقه الجدار بين متوسطه لصغيره مع انصباب جنب ايسر. هلا هاي الحاله بصراحه هي توبيروسكليروسيس، يعني تحدب تصلب حدبي. تصلب حدبي، تصلب حدبي، ايه تصلب حدبي. هون صايب الرئتين تصلب الحدبي. طبعا هلا بدنا نحكي عن تشخيص تفريقي، عندنا انصباب جنب وعندنا كيسات رئويه. شو هو اشياء تشخيص تفريقيه؟ اول شيء بيدخل تشخيص تفريقي لام، ممكن يدخل تشخيص تفريقي بولمونري لانجرهانس، بس هون بيكون عند شباب، عند شباب مدخنين طوال، بس هون ما في عندنا جراوند جلاس. باللانجرهانس بصير في جراوند جلاس، ممكن يكون بي سي بي كمان بيعطي نمط كي سي، عند نمط كي سي بالطبقين المحوري، وممكن يكون ذات رئه خلاليه لمفاويه كمان هي بنشوفها. في احيانا في شيء التصلب الحدبي بيتظاهر بثلاثي اسمه ثلاثي فوجت، اللي هو تراجع بالحاله العقليه وادينوما واختلاجات. هلا هذا تصلب حدبي رئوي. هلا هاي الحاله التاسعه، مريض عنده نقص وزن
وهو مخموج بالـ HIV. شو برأيكم هاي الحالة يا جماعة؟ الـ HIV يعني انتانات انتهازية وأورام، فأنا أشوف تماما، مشكلة. بس ان اتش اي في واحده من الثنتين، اما انتانات انتهازيه او اورام. والشباب حكوا اسبرجيلوس السل كابوزي شو كان متكيسكر، يعني حكوا كل الاحتمالات. شاطرين شاطرين شاطرين، تفضل هلا هون هذا ورم كابوزي، ورم كابوزي يعني مريض عنده كونسوليديشن، بايلاترال كونسوليديشن، في عنده تكثفات ثنائيه الجانب متعدده البؤر غير منتظمه، ما في بلوة تكهرف وما في انصباب جنب، فهي غالبا بتتماشى مع غرم كابوزي. هلا هون في عندنا شيء اسمه علامه لهب النار، هي بتشوف التكثف مثل شرارة النار، شلون بتشرر وتطلع هيك شظاء، هي علامه لهب النار. طبعا مثل ما قلنا انه هي التكثفات غير متكهفه بدون طرف مع انصباب جنب، وعلى علامة لهب النار إيجابية. بنشوفهم في عندنا جراوند جلاس اوباسيتي، هاي الجراوند جلاس اوباسيتي هي ناجمة عن نزف، طبعا الأورام ترافق مع النزف، فهون عندنا نزف وهون صار عندنا نزف ضمن المجاور للورم. هون كابوزي ساركوما، هون الحالة، هي الحالة هي عندنا ذات رئة متكررة. شو رأيكم يا شباب، هي الحالة في عندنا ذات رئة متكررة عند هاي الحالة رقم 10. يلا شباب، ذات رئة متكررة. تفضل دكتور محمد. هلا هي مثل ما حكوا الشباب صح، توسع قصبي، في عندنا توسع قصبي، وفي عندنا اضطراب بس احشاء. التوسع القصبي مو ظاهر على الصورة كثير، هون ظاهر ممكن توسع يعني قصبي، هون ظاهر توسع القصبي، هون عندنا انقلاب احشاء مثل ما شفنا وتوسع قصبي، فهي لازم كارتجينار. هون ظاهر توسع القصبي، هون توسع قصبي، مثل ما حكينا لك جينار هي توسع قصبي، التهاب جيوب مزمن، انقلاب احشاء، ديكستروكارديا، هاي كارتجينار. هون النجمه محل ديكستروكارديا، في هون عندنا الجيب فقاعه المعده، وفي هون عندنا الحاله 11 زله تنفسيه خفيفه لفتره طويله. شو التشخيص، شو رايكم يا شباب؟ كمل الأمر دكتور. والله ما ذاكرين الأمر بالكتاب يا حكيم، بس عند شباب هي بتصير هاي الحالة، يعني ما بتصير عند كبار وما بتصير عند مدخنين، مشان ما يقولوا فخر قوي. أنا بدي أساعده للشباب، ليش بيقولوا نفاخ وسي أو بدي ينسحب. يلا، مريض شاب وعنده هاي الصورة، بري عليك، تفضل دكتور. يلا زياد جابه، تفضل. جدار متغير الاحجام مع برانشيم رئوي طبيعي، هون الكيسات تنتشر حول الاوعيه الرئويه. هي عندنا ليمفوسايتيك انترستيشن نمونيا، طبعا هي كثير بتتشابه مع الـ مع الـ مع النفاخ الرئوي، بس هون غالبا بتصير بعمر الشباب، ما بتصير عن بتصير عند اللي عنده مثلا عنده الاخماج انتهازيه بتصير عندهم، وما بت... ما بس... ما بكون مدخنين مثل ما حكينا، فهي ما لها نفاخ. هاي زله تنفسيه عند مريض عنده تضيق ابهري، هاي الحاله زله تنفسيه بس عند مريض عنده عفوا تضيق دكتور ابهري. محمد، انا بالنسبه لي يعني اطش صوتك كثير وانت بتشرح، اذا بتعيد. وبعد الشباب نفس الشيء،
شباب أكدولي، سمعتوا شيء من الدكتور محمد لما شرح الحالة؟ إيه تمام دكتور محمد، علوة تعيد بالله الحالة، إنه قطع صوتك كثير. تمام. هيك سمعني حكيم؟ إيه سمعني صوت لك واضح؟ تمام. في عنا عم نقول انه في عنا كيسات رقيقه الجدار متغيره الاحجام بتصيب البرانشيم الرئوي. طبعا البرانشيم الرئوي هون طبيعي، هذا اللي بيبعدنا عن انه في عنا سي او بي دي او نفخ رئوي، بس عنا افات كيسيه رقيقه الجدار تنتشر حول الاوعيه الرئويه. فهذا انه لانه البرانشيم الرئوي عنا طبيعي ما في عنا اصابه برانشيم، فهذا الشيء بوجهنا انه هي الليمفوسايتيك انترستيشن نمونيا، بيكون الاصابه ثنائيه الجانب. وهي ممكن، نعم ممكن هاي الكيسات تطق وتساوي ريح صدريه صح؟ تماما هي نفسها. طيب ممكن تساوي ريح صدريه. زياد كتب على الشات انه ممكن تكون الفا واحد عند تروبسين. الفا واحد انتربسين، لا ممكن هي يكون الفا واحد انتربسين صح، بس الفا واحد انتربسين الى اول شيء الالفا 1 انتروبسين بيكون اول شيء المريض مدخن، هذا المريض مثلا ما له مدخن. ثاني شيء بيكون برانشين، في عندنا اصابه برانشين الرئوي ما بس نتيجه التدخين، هون بس الاصابه عندنا كيسات فقط بالطبقين. تمام. هي زلة تنفسية عند مريض عنده تضيق أظهري. تفضلوا شباب شات. تفضل دكتور محمد. والله صعبة هي الحالة يا دكتور زياد، معك حق، هي الحالة ما لها علاقة بالقصة اللي حكوها بالنوم، هي اسبستوز هي الحالة، بس هيك محطوطة بالكتاب. في عنا هون تكلسات على مستوى الجنب، يعني صدفة المريض عنده تضيق أظهري واسبستوز، كان عم يشتغل وصار عنده تعرض مهني وصار عنده اسبستوز. طبعا احنا هون اول شايفين عنا في عنا نمط شبكي، عفوا في عنا هون تكثفات شبكية، هون تكثفات شبكية، في عنا هون جراوند جلاس اوباسيتي، وفي عنا هون في عنا هون توسع قصبي جزبي. طبعا هاي الحالة نحن بنعرف انه الاسبستوز احيانا بترافق مع يو اي بي، يعني مع هي التبدلات بترافق مع اليو اي بي. هون الحالة اللي نحن راح نشوفها، هون في عنا تبدلات تليفية تحت جنبية، هون تبدلات تليفية تحت جنبية، هون هون بصراحة هي الصورة بتوضح إنه عندنا اسبستوز. هون في عندنا لويحات جنبية متكلسة بالحجاب الأيسر، وفي عندنا هون تسمك بالحجاب، وفي عندنا هون تكلسات. حالة مثل ما حكى الدكتور زياد صعبة. هلا هون الحالة 13 ما في عنده أعراض مريض، عملنا له زور سطر طلعت هي الصورة، مريض ما عنده أعراض، عملنا له صور صدر، حطينا لكم الصورة الجانبية والصورة الصورة الأمامية الخلفية. شو رأيكم هذا المريض؟ يلا شباب الشات. يلا تفضل دكتور محمد. في شاب ذكر، في حكيم ذكر انه الجنف، صح في جنف، بس هي الصوره اذا بطلع جانبيه هي لازم تطلع هنا او اوضح الجانبيه، في هون عندنا صدر قمعي.
في جنف، في جنف معه مع الصدر القمعي، بس في عندنا صدر قمعي، هي التشوه الأساسي هو صدر قمعي. أول شيء بنشوف إنه القلب منزاح باتجاه الأيسر، لاحظ حافة القلب صارت هون، ما هو مثل الحالة الطبيعية، انزاح القلب باتجاه الأيسر. في عندنا بشكل أساسي كمان، في عندنا الأضلاع صايرة مسطحة بدل ما يكون مائلة، نتيجة إنه الجنف صار في، نتيجة الصدر القمعي صار في عندنا تسطح الأضلاع، وصار في عندنا كمان انزياح لقمة القلب كمان باتجاه الأسفل. انزياح للقلب معناته عندنا وتسطح بالأضلاع. هي على الصورة الأمامية الخلفية، على الصورة الجانبية واضح، واضح الصدر القمعي هون اللي في على الصورة الجانبية، صار في تقاعر واضح. هون المحور الأمامي الخلفي شايفين كيف، وهذا المحور إذا قارناه مع بعضهم بين واضح. الحالة 14 ذات رئة متكررة. طيب شو اسم العلامة الموجودة إشعاعيا شباب؟ تفضل دكتور محمد تفضل. تمام. هلا هون عندنا الانترا لابيولار بالمناري سكويستريشن او تشظي رئوي. في عندنا هون طبعا هاي الصور ما واضحه كلها، هون اوضح صوره لها. في عندنا هون فرع من الابهر عم بيروح يغذي جزء من او قسم الرئه. طبعا هون هذا الشيء بيأهب ل انتانات متكرره، وممكن يساوي نفس دموي. طبعا هون نفس دموي غزير لانه الدوران هو دوران جهازي. هون الصوره اوضح شيء، كيف نشوف كيف بياخذ ترويته من الدوران الجهازي من الابهر مباشره. الحاله 15 هي زلة تنفسيه مترقيه ببطء. يا دكتور محمد، كأنه نحن ما أعرف في راح الصوت عنا شوي بعد إذنك. رجع لورا على الصورة الأولى، يعني ما هو توسع قصبي اللي تمام. شفناه مريض الإنتانات المتكررة. لا حكيم، ما توسع قصبي، تشظي رئوي. طيب الصورة اللي عفوا قبلها بس. راحت. حكيم هاي هي. هذا هون عندنا فرع من الدوران الجهازي الله، هي فهمناها، عم بس بيغذي قسم. اللي قبلها كأنه صار في خلل بالصوت كمان. اللي قبلها لا لا لا، مو هيك، لورا لورا. لا بالعكس حكي، يمكن انا مش صح. الحالة 14، هاي انت تقصد هاي الصورة؟ لا القبلة. هاي ايه حكيم، هون بلشنا عندنا انترنت رئوي ذات متكررة. ايه، هاي هي نفس هلا التشظي هون انت الرئوي بتقصد هاي؟ انه هون هذا توسع قصبي، توسع قصبي ايه، بس هي هذا الشريان هون حكيم، هذا الشريان ممكن ايه يكون هو صح. عنده توسع قصبي نتيجة انتانات متكررة، بس يعني هو تشخيص هذا هون ايه. تمام، حسبنا انه ما في توسع قصبي، لذلك يعني سألوا الشباب علامة الفص الخاتم واضحة كأنه، بس هون بسبب الانتانات المتكررة الناجمة يعني عن اتصال الدوران الجهازي بالرئة، يعني هيك. تفضل الحالة اللي بعدها. التوسع القصبي صار نتيجة الانتانات المتكررة، نعم. الحالة اللي بعدها هي زلة تنفسية مترقية ببطء، هاي الحالة سهلة لازم الشباب يشاركوا فيها. استاذ راوي بشاف كذا ما حيدخل على الدوام، فإذا هيتعلموا ولا قبل ما كان هاي الحالة اي بي اف. في عندنا هون عندنا ارتشاحات ثنائية الجانب محيطية بسيطر مع نقص حجم بشكل أساسي، مثل ما حكينا من شوي صار في نقص حجم بالرئتين.
وهون ارتشاحات شبكية وغيرية. هون نشوف الصورة الطبقية على الشنحل، هون نشوف عنا ارتشاحات شبكية محيطية، هون كمان على الشنحل، هون نشوف عن الشنحل كمان. هي ايديوباثيك بالمونري فيبروسيس مثل ما حكوا الشباب، او نمط الشعاعي اسمه يوجوال انترستيشن نمونيا. والله يعطيكم العافية وطولنا عليكم اليوم.